مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراة المنتخب المغربي ضد النظير الإيراني في دورة من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة لكن قبل مشاهدة المباراة لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة فهذا يسعدنا كثيرا وشكرا لكم سوف تقام المباراة على صلاة بخارى يونيفرسال سبورت كومبلكس في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت المغرب والساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة سوف تبدأ المباراة عبر قناة بين سبورت خمسة وأيضا أريد تين تي تجدون البث المباشر لهذه المباراة بين المنتخب المغربي ونظير الإيراني في صندوق الوصف عند انطلاق المباراة نتمنى لكم أصدقائي فرجوا لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة ونتمنى الحظ الموفق للمنتخب المغربي